عيشتنا تابوم خلونا نعيش قهر وغلبوم كفاية تهميش عيشتنا تابوم خلونا نعيش قهر وغلبوم كفاية تهميش أو رجعنا لمهم ومراحة ما فيش رجعنا لمهم ومراحة ما فيش يكفينا كفاية ظلم وتهبيش كيف الناس تقدر في ذا الحال تعيش يكفينا كفاية ظلم وتهبيش كيف الناس تقدر في ذا الحال تعيش عيشتنا تابوم خلونا نعيش قهر وغلبوم كفاية تهميش أو رجعنا لمهم ومراحة ما فيش رجعنا لمهم ومراحة ما فيش وكيف قادنا صبر ومصبر كمل حيدونا كما احنا مثل ما راضيش كيف قادنا صبر ومصبر كمل حيدونا كما احنا مثل ما راضيش عيشتنا تابوم خلونا نعيش قهر وغلبوم كفاية تهميش أو رجعنا لمهم ومراحة ما فيش رجعنا لمهم ومراحة ما فيش أقول لك اسمعي أشحاكيك بموضوع خاص وعائلي لو سمحت. أهلا وسهلا حياكم الله والله نورتوا خذوا راحتكم شخرج ما عايش كذا في موضوع راجل. هو معاك أجيخ هو معاك البيت قاه ولا بنت أنا إحنا لك إحنا بيت الصهير. سلم هتم أصعب. مع السلامة مع السلامة يا شيخ مدع بالله. خلاص يا طالب خلاص فيرست العائلة كل ما دلحنا كلوا ما عايش كل مرة ويأخذ مأه واحد كل مرة ويأخذ مأه واحد واللي يروح ما يرجعش تقولوا ما عايش حلاوة حلاوة الله يستر أما سأل كبريتك ما هو اللي مزعلك ما هو اللي مزعلك يا عايش اللي مزقني انك خربت كل مطبعتك اللي نوطيها ومش عامل لنفسك ولا لبتك قيمك يا شيخ كيف ترضى توافق تخطب بتك ايوش الواحد ضابحه مثل طالب ذي يا من امي يا عايش اسمعنا ايوش بتي ما حد تقدم لها ولا حد عبرنا ولا اجي خطبها انا وسم منها يا رجال طالب ذا مدري كيف زاد عليها الشيطان واجي يتقدم خلنا دهف حتى ان كلامي صح وانك مش عامل لنفسك ولا لبتك قيمة وبعدين بتك ته اللي انت خايف انها تأنس الف واحد يتمناها واول هون انا ومفروض يا شيخ برغوق انك ما تفضلش مغرب علي ما قصدك يعني انك انت تزوج عيوش ياه يا شيخ برغوق وللشرف بس انت مزوجه ثنتين خليهم ثلاث وبعدين الشرع محل الاربع ولاش تعترض على شرع ربنا يا شيخ برقوق استغفر الله العظيم لا يمكن اعترض على شرع ربنا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم فندم بيرام تقول ما لهم تأخرون انا تأخر ولا حاجة انت بس لا طفي لي ده السميد اقهرت انا امانك عندك فراولة عندك سيكري يا طالب على فكرة على حلاوة اي كلام سيجي وسيجي ولا تقلق لا تقلق خلاص خطبنا خلاص خلت السهير السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله وأهلا وسهلا من حين أنتم هنا ها من حين من أول يا شيخ من أول ولا من ثاني طيب ما تشون كم تشون يا شيخ صلي على النبي لا تقول لما خرجت أول وانت عامين ضربتك الريح سقعت لك الذاكرة مالك يا شيخ
يا شيخ احنا تكلمنا احنا وانت علشان الموضوع. يا موضوع فندم بيرام زهيمر. اكيد يا شيخ برقوق، احنا جينا مع طالب وطلبنا يد بنتك عيوش ووافق وقلت اسمه اقرأوا الفاتحة وقرأنا الفاتحة واكلنا الحلاوة وام الصبيان. ايو كيف قرأنا الفاتحة؟ انا اصلا امي مقراش I don't know. وبعدين بنتي مخطوبة. مخطوبة؟ ياه مخطوبة، وانا قرأت الفاتحة مع ابوها قبل سنة. شيخ برقوق لا تجيب ليش الجنان. شيخ برقوق انت وعايش اشتهابوا لي الجنان. فندم بهرام انت سمعت الموضوع من اول. موضوع ايش؟ موضوع ايش؟ موضوع الخطوبة. خطوبة مين؟ خطوبتي. على مين؟ على عيوش. عيوش مين؟ بنت الشيخ برقوق. برقوق مين؟ ده الشيخ برقوق. أنا صدق ما كنتش مركز. سأل وسيم. ممكن كان مركز وسيم؟ أنا صراحة قرينا فاتحة أول بس مش عارف ليش لحظة. أيوة الأرواح الميتين حقنا الله يرحمهم. صح الله يرحمهم جميعا. شكلكم كلكم متآمرين عليها شيخ برقوق. متآمر عليها أنت وعايش؟ الله المستعان. لكن الغلط مش عليك، الغلط علي أنا. شد بهذه البيت قدام أهل القرية كلهم. لكن سهل سهل يا شيخ برقوق. خاطركم بيرام وسيم ما لا طالب خرج زعلان من زعله. والله ما لنا علم يا شيخ، مدري ماله. ايش تقول زعله؟ ما قد تجاري ولا ذاك التوتمو مضروبة. الله أعلم إن كان يروح حقا هنا. أعلم عايش يا طالب خرج زعلان شكله زعل. يزعل ولا يضرب براسه أرض الجدار. بس تعرف يا شيخ برقوق الحق مش عليه، الحق على الذي أتوا معه وجهه يخطبوا له. صحيح الحق على اللي جاءوا معه اسمه علي اسمه ما لا نحن من لقينا اسمه ولا نعرفه ولا اسمه ونسرب ولا طالب اسمه. احنا لقينا نطمر على الشيخ ونسلم على وبالمرة قمنا نبارك لعايش بمناسبة الخطوبة اللي قبل سنة. الله يبارك في طالب. الله يبارك فيكم بالرفاء البنين. مبروك مبروك مديش حلاوة. يلا مع السلامة يا شيخ مع السلامة. طيب فندم بيرام كيف فعلت بطالب؟ برمته ولا كيف؟ طالب من هذه العين وهذه العين لا راحت له. شوف يا وسيم يقول لك المثل لقيت أهل القرية مفيرس ذواكرهم. فيرس ذاكرتك من جيهم. حلاوة حلاوة حلاوة. الله معاكم صاحب ورفيقة. حياك الله يا صهر. الله يحييك يا عم برقوق. من اليوم صاعدا عم برقوق. الأب أنا قرع. أنت قرع وتنقفلة بكرة وعو وكمل أبو الليم يا سليم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا جابر تفضل. الله عليك يا عم مريوش، بعد اللي وطيتها بخيك أبو دبشة تستقبلنا ذا الاستقبال بالابتسامة الطيبة والكلمة الحلوة. يا رجل لمي ما حصل ولا حاجة، احنا اهله وش نبقى طول عمارنا اخوه. يا جماعة جابر اتى لعندكم يتسامح منكم، سامحونا والمسامح كريم. وانتم طول عماركم يا اهل قرية مركوضة اهل كرم ومسامحين. قاله اي ابو زعابة مرجل اتمينة الليل بنا قوم ونصفهم قلوب. يلا يلا قوموا يلا 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 يا جماعة. أنا غلطت في حقكم وفي حق الشيخ أبو دبشة الله يقيمه بالسلامة. ده الشيخ الأصيل ابن الأصول ووقفنا ضدكم. وبعد ما كشفت غلطتي أجيت لعندكم وأرجو المسامحة منكم. يا عم جابر الاعتراف بالمحق فضيلة. وباح يعني مسامح وكل اللي وطيته تبقى معزتك على مراز ومكانك في محوشة هذا. الله عليكم الله عليكم يا أهل بركوت. ترفعوا الرأس تحبوا بخير. فعلا يا أم هديش
ده طب أهل قرية مركوضة من زمان، والآن بعد ما سامحتنا كلكم عشان المسامحة من زربة، زربة بالذات. أنا مسامحوك وفارح برجوعك، وبمناسبة رجوع جابر حبيبي وصاحبي أنا أعزم الكل على شاي. خالد وزع على الكل شاهي على حسابي. أباه لا تتهورش، شتتهور يا ابني اسكت ما دخلك. خالد وزع على الكل شاي على حسابي. متأكد يا زرباء على حسابك؟ أيوه ها، وذي مقدم 500 ريال. على طول يا زرباء. وكيف يقولون عنك إنك بخيله وجلده وانت انت توزع شاهي على حسابك؟ سهلة، أبوك إنها قرح فيوز يعزم إحنا شاهي على حسابه. أنا ربي أنا بس مصدقه، أنا مش مصدقه يا جماعة، أنا مظلومه بالدربة. دربة شرب القرية كلها على حسابه شاهي، كان القيامة تقوم ولا زربة قرى العقل حاجة. لا 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 لا، صحيح زربة ذا جايه ويمزم ذبابي ويقول لها طير، ودائما يتلبد ويشرب شاي على حساب عني، لكن الظاهر برجوع أمنا جابر نسلنا عنها جايه وأزمعنا على حسابه. يهناك يا عم جابر، أول مرة أكتشف إن زربة يحب واحد أكثر من حبه نبياس. يا جماعة أم قصة وما فيها إن أنا طلبت لكم شاهي على حسابي وشربتكم كلكم، مش علشان سواد عيون جابر، أم مسألة وما فيها إن أنا معي إن ذهبين 13,000 ريال كذلها زمانه، وكنت يائس إنها ترجع ومكبود ومغبون على بيسي، لكن لما رجع جابر رجعت للروح ونست وحسيت إن بيصيش ترجع. جابر حبيبي هال 13,500 فاصينا زربة ده الحين، وانت تقول 13,000 ما وداها 13,500، ميان أتنا بخمسمية. هي بخمسمية حقم شاهي. حاضر ولا يهمك، 13,500 13,500، خلي ربك يحول لي بس ويفرقها، وأنا ولا يهمك. وأنا شا صبر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طالب بشر بركوك وافق؟ وافق وقرينا الفاتحة. الحمد لله قريتنا الفاتحة، بس ما لو وقع كده مقلوبه. بعد ما قرينا الفاتحة طلب علي وقال إنها أيوش مخطوبة، ومخطوبة لمين؟ لعايش، عايش تبعتيك. زاد علي، زاد علي يا جابر. أخص عليك يا بركوب، ده طبعا كده أمن ذالة وموساخة تجري في دمه من زمان. لكن الحمد لله، الحمد لله أن ربي كشفه قبل ما أصاهره. اسمعوني يا أهالي مرقوبة، سامحنا سامحنا على ما وطينا بكم، وهذه بحالها الصلح. مسامح 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 يا جاهل، امسكوا امسكوا أبى الله عنا، امسكوا أبى الله عنا. زجل يا هي زاجل، خير ما في بوك لأنت خالك عارف، قل له يحد لنا لقمة، إحنا جياءوا على لحم بطوننا. ياه والله أنا قد أنا شموت من الجوع. زاجل إحنا ما تابنا لهنا، إيش رأيك نرجع لنا البيت الشيخ أبو دفشة بدل مبهذلة ومجعجعلي عايشين فيها هنا؟ ما هو ذا الكلام حقك يا زجل، استحي على نفسك، نفلت خالنا بتمحنا؟ اشتعت يا زجل، وبوك لأنت خالك عارف وكلمه باللي قلت لك، ولا تنسى يصحي الشباب يأتون يستلموا نوبتهم. حاضر يا زاجل حاضر بعدك. قال نرجع لعند ابو دبشه. قال يا جماعه قوموا، خال عارف حسن صفوان قوموا. ما في ما في يا زجل، ما في. خير خير يا خال عارف، ما في شيء، طمن كل شيء تمام والوضع زي الفل، بس احنا جاءوا ان شاء ما اكلوا. يا والله كلنا جاءوا، والمشكلة ما نقدرش ندخل القرية بعد ما جماعة صداد القرش وطوا طريق بالنقطة اللي توصل لهم قرية. صداد القرش متأمدين من احنا ندخل القرية، يشيء من احنا من بيوتنا واهلنا واملنا، يحاول يضغط علينا علشان نخضع له. بعدا عنا، والله ما نخضع لصداد القرش، لو نموت جوع. اما من ناحية الماكل، انا شاتصل لخي عرفان للمدينة وش خلي يرسل لنا مواد غذائيه وماكلوا لهنا. هذاك شو تصل لخالي عرفان للمدينه وتقول له يرسل لنا اكل ومعونه؟ احنا جياؤوا يا خال، انا مش قادر امسك نفسي يا خال. اسمعوا يا جماعه،
أنا شدبر لكم ما أكلوا الآن. شدبر لنا؟ من فين شدبر لنا حسن؟ يا أمنا اللي يهمك يهمنا، شتصل لابن أمي درندش هو يدبر لنا. منو ذي؟ لا حسن ما إيش؟ ها حسن كيف حالك؟ ها ماشي ما معك؟ شاك؟ خلاص شحاول شحاول بس كيف كيف شو وصلها لما عندكم؟ اسمع يا درندش، أنا شاستناك عند الأشش المهجورة. تمام تمام، يلا مع السلامة. مع السلامة. من بيان أنا أدبر لهناك، من بيان أنا أدبر لهناك. حسن ده صورته شور يطلع معه، والله صورته شور يطلع معه. لو يعلم الشيخ صداد، والله إنه شو سمنا، والله إنه شو سمنا وش حبس لابي. يلا يلا شابو الزلام أم خبز أم كدر ويا بسودة. درندش درندش ارتباش هماك مدام ولا في حاجة يا شيخ، ولا في حاجة يا شيخ، بس قلت شاشة الفون خبز ونكدروا ذا يابسوا وقدي البا يا شيخ بدل ما يعفن. خلاص أباس رجع يه يه وذكر راقضوا بالنظافة يا شيخ. يلا وطينا نقر هاولي ولا ولا همك منتي قبلتي ولا همك يا شيخ. تأخرتين، هيا انقرع جاهز يما، انقرع جاهز. يا الله على الصباح هذا، هذه بكير تصابح على صوت فيروز، على صوت أم كلثوم، حتى إن شاء الله على صوت أبو كلثوم. أنا بكير تصابح على صوت أيوش ده، والله لما مصلحتي مع أبوها، والله والله مش أحيدها ولا شاها ولا شا اسمع صوتها، لكن شضغط على نفسي عشان مصلحتي ولزوم متابعتك. صباح الخير يا أيوش. صباح الخير يا أما، مالك شرفتينا اليوم؟ وضيتيني يا بنتين قراء؟ أيوة جاهز قراء. الله يسلمك. صباح الخير يا أما بهجة. أما بهجة؟ صباح الخير يا أيوش. أبي آده مصحيش يا عايش. أنا عارف إن آده مصحيش، ومدامك عارف ان اده مصحيش ما جابك من المضافة لهنا، وانت دارين ما في مطبخ اللي احنا محريم. يا اما بهجة احنا بقينا اهل، بس شكل الشيخ برقوق ما حكى لكم. ما حكى لحناش ما هو؟ انا امس مليل طلبت يد ايوش من الشيخ برقوق ووافق وقرير مفاتحه. ما هو ما هو طلبت يدي من ابي ووافق؟ ايوه مبروك علينا، سمعونا غطرفة لازم متابعتك. برقوق برقوق مالك مالك يا برقوق يا برقوق يا ست برقوقين علي ما في ما في. صحيح الكلام اللي قاله بن امك عايش؟ ما هو من كلام، قال انه طلب يد ايوش منك امس وانت وافقت وقريتن الفاتحه بين. ايوه ايوه ذا الكلام حصل امس مليل واتفقنا انا وياك، انت كنت نايمين اصلا ما كلمتكم. كيف يا بتوافق من غير ما تسالني؟ أما أسألك بريتوك مالك يا أيوش، منيحن عندنا يسألون ويأخذ الرأي ولده إذا جاء له عريس. لا وانت تحسب إن أيش بن أمك ذئ أريش؟ وما له، شوف إنه ربع قطماع، شوف إنه شمبانزي وسيم أحسن من كاظم الساهر. أنت ناسي إنه مزوج ومأه ثلاثة جهلة يا برقوق. يا أما بهجة الشرع محل الأربع. أنت اسكت ولا اسمع لك صوت، بس ذا اللي فالحين فيه، الشرع حل الأربع وناسين إن الشرع حرم زواج بنات غصبا أنهن. يا عم بهجة كلامك على عيني وراسي،
ودحنا فيها وبدك هلها اساليها هي موافقه ولا لا؟ لا مانيش موافقه. كيف اوافق على واحد بتتبع امري؟ عصا ولا اسمع لك صوت ولا نخس ولا اسمع لك اي حاجه في الدنيا كلها. انا خلاص اتفقت انا وعايش مش هتتزوجنا غصبا عنك وغصبا انا مقريه. اسمع يا برقوق، بنتي الوحيدة واني ما سسمح لك تزوجها غصبا عنها، واذا اضطر الامر اني سضحي بك علشانها. تضحين بي؟ ما قصدك؟ قصدي اني سخلي لك بيت انت وبن امك عايش اسبقوا به، واني بازة بنتي وبايك عند خيتك ليكة. يلا يا ايوش خاطرك. يا شيخ برقوق ادخل صالح مرتك وانا شبخ بعد حالي. انا مشاش اوطي بينكم مشاكل، حرام والله حرام. من هو اللي قال لك اصلا انك انت سبب المشاكل؟ انت ولا لك دخل. انا داري من هذا سبب المشاكل. من هو شيخ برقوق؟ سليكه. سليكه وبنت هذا بشي عايش ولا ما حتش سليكه لما اجن انت بهجه امس؟ الا شيخ برقوق انا حت هون وانت قلت لنا ان اتين اصالهم بهجه ويصفينهم قلوب. بس انا اتضح للموضوع، اتضح للموضوع ان سليكه ودبشه لما اجوا عند بهجه ما اجوش من شان يصالحنها، ها اجوا من شان يلعبون عليها ويخلون بهجه توطي للمشاكل. خيت سليكه ما لاش دخل في مشاكلك كلها يا برقوق، السبب في مشاكل انت وبين امك عايش. يلا يا ايوش خرجنا مع ورور والكلب العوار. يا شيخ برقوق يا شيخ برقوق. مالك؟ عيني يا عيني انا مخيانه. ما في وجهه ام قريه وكبار ام قريه اللي انت تعتمد عليهم. امس جابر طالب لما خرجوا من عندك باكلهم قهوه وقام يعتذروا من مريوش ومن كل اهالي القريه لانهم واقفين معك ضد ابو دبشه. سمعت يا عايش؟ ذي اخر خططك وافكارك الجهنميه. اتقلقش يا شيخ برقوق شويه تبعتيكو وامورنا سابره. يا أم مريوش برقوق كذاب واني متأكدة ان عايش مش مخطوبة على عايش. وانت ما هو اللي مخليك متأكدة كذا يا دبوش؟ لان عايش متخبش علي حاجة. ايوة يا أم، وهي دائما تقولي انها تكره عايش كره مأمي. وبعدين يا مريوش مش معقول ان خيتي بهجة تخبي عني موضوع زي كذا. انا بصراحة ولا عدف تهملي ولا حاجة. الله يحفظها الله يحفظها من سمات القرية مركوضة. ايش رأيك يا سليكة اليوم نبوك نزور خيتك بهجة، منها زيارة ومنها نعرف الحقيقة. أها الحقيقة وبنتهي أتلى عندكم. بهجة؟ خير ما في. لا باين 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 إنها حقيقة برا. ما في. أفندم طالب. يس. السلام عليكم أفندم. أهلا أهلا وسهلا أهلا أبو راشد. يا مرحبا. خير يا فندم؟ ما وطيت ما وطيت ما وطيت وطيت راسي هزيت كياني. انا فندم البلاديم وضابط الضبابيط اخر عمري اعتان وانطرد. فعلى يد مين؟ على يد مين يا ربي؟ على يد واحد راسه كبير وذاكرته مفيرس. يا جماعه الضباط في بلايا وسيد. يا جماعه الضباط انا تضحك علي وتقول لي انك مالي يدك من الموضوع والبنت موافق وتطلع بالاخير مخطوبه. هدى اعصابك يا فندم بيرم، هدى اعصابك رجاء. هذا مرض علي. انا ارى من وجهه نظري يا فندم بيرم انه يتعاقب بحبس 3-4 ايام وجريمته ازعاج للسلطات. مش هكذا بس، صح انه جاب حلاوه بس لا جاب لا هريسه ولا مشبك ولا طحينيه. صح ولا لا؟ اعترف. صحيح انت ضبحت بي يا طالب، والمعروف لما اضبح اضبح سريع ما فيش كلام. هاتوا الدفاتر افتحوا الملفات هاتوا المحاضر افتحوا السكون افتحوا الكلاشات اعترف. يا جماعه صلوا على النبي. يا جماعه انا ما شليتكم ماي الا وانا واثق انه الشيخ برقوق موافق على زواج، لكن اللي قلب الموضوع عايش. عايش تباتيك الله يبتك. لكن العيب العيب مش عليه، العيب على الشيخ برقوق اللي مشيخناه وركزنا له وصفقنا له وبالاخير
قدمنا انظمة، طرحنا مذواكر، لكن ما يقملش. شايف حاله شيخ، وانا مسكين ضعيف ومقطوع من شجرة، وبيمت من بحر. وامك شل العصار، واخوانك شلهم الجن. الله كان يجعل العصار سبيله وحبيله وطبيله، يبزك يزكيني منك. خلاص يا حبيبي، الكلام هذا اللي تقوله ما نفتح لكش موسيقى، والله ما افتح لك، ما اقول لمزك. لكن قبل ما تتعاقب يا ولدي، لازم لك من حاجه، لازم الذاكره هذه تتفرمت، وفرمتك عندي، وانا اللي سفرمتك. اها فندم بيرم، فندم بيرم، ما فعلت بالرجال ولا حاجه. فندم بيرم، مين زوجتي سعاد؟ متى جاها؟ سعاد الله يرحمش يا ذاكرة، اتفرمتت. أقل عمد يا رب. اتفضل اتفضل يا شيخ. ما انشاش دعين، براحتك براحتك يا شيخ. عما قلت لي متأكدوا ان ما في ولا واحد من جماعة تعرف دغلام قريان؟ ايوه متأكدوا يا بال، ان احنا وطينا نقطة من طريق الرئيسي، وزعنا باقي رجال يحرسوا كلهم داخل القريه، بس نفسي ومنى ايني يا بتخلي احنا نهجم على عارف جماعته عشان نربيهم. لا مش كذا، خلي ابو تون هناك يموتون من الجوع مثل كلاب مجرده، وهون اللي شايتون لعند رجليني. براحتك يا با، انت تامر وابنك ينفذ. رجال يلا اليوم بدنا نبوكم دكاها كم صيادين، ولو اننا بلونا من امس جاسف النقطه، لكن شيتي معك. انتوا مثل بادي، وانت هنا تنتبه وتفتح عيونك. حاضر يا شيخ. لا دعك الهم يا غالي دعاني، همي همك همي همك كل ما عانيت عاني. لا دعك الهم يا غالي دعاني، اجتمع حالي بحالك، لا تشيل همك لحالك، حط في كتفي رحالك، انت مني من كياني. اجتمع حالي بحالك، لا تشيل همك لحالك، حط في كتفي رحالك، انت مني من كياني. افرح افرح كل ما طابت امورك، واحزن انقاست وتكدر شعورك. بحرنا والبر واحد، حالنا لو ضاق واحد، خلينا في هم واحد، لا تجز هم ثاني. بحرنا والبر واحد، حالنا لو ضاق واحد.